All I got is so bad, broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أكبر ملطشة في تاريخ الألعاب وأكبر ملطشة في لعبة Red Dead Redemption 2. بالمختصر هذا شخص يعني يتلطش من الرايح والجاي، يتلطش من المعروف والغير معروف، بكل بساطة أي واحد يقدر يجلده. فتعالوا سويا نشوف موضوعه، فيلا نخش في المقطع. أولا عشان نبدأ الموضوع، كل اللي عليك إنك تتوجه لفندق الفالنتاين، وفي فندق الفالنتاين وتحديدا في أحد الغرف راح تحصل شخص جدا جدا غريب، وحركاته جدا غريبة وتصرفاته أيضا غير مقبولة. طبعا لما تخش عليه في الغرفة على طول راح يتهجم عليك، وأبدا أبدا ما راح يناقشك، على طول راح يتضارب معاك. طبعا بعد ما تبكسه وتنزل فيه له أبكاس وتجلده جلد، راح يطلع لك خيار التلويت أو خيار إنك تأخذ أغراضه، ولما تلوته راح تحصل معاه رسالة، وعنوان الرسالة راح يكون رسالة من جيليان إلى بوبا، ومحتوى الرسالة راح يكون كالتالي: عزيزي بوبا، إن من الصعب علي أن أكتب هذه الرسالة، وأنا على علم بأنك تفقد أعصابك سريعا ولا تتقبل النقد، لكن أتمنى أن تتفهم، أنا واقعة في حب أخيك، هذه ليست إهانة لك ولشخصك، لكن أنا وأخيك متصلين ببعض بالروح، أتوسل إليك بأن تتفهم الموضوع وتأخذ بطريقة احترافية. عزيزي بوبا، الحياة طويلة ونوعا ما صعبة، ولا بد عليك أن تتأقلم معها وتتأقلم مع تقلباتها ومع ظروفها. عزيزي بوبا، أنت ليس لديك العديد من العيوب، لكن لديك عيب واضح وكبير جدا. بكل بساطة يا عزيزي بوبا، أنت لئيم ومتكبر ولا ترى أحد في مقامك إطلاقا، وهذا الشيء أبدا أبدا غير مقبول، غير مقبول إطلاقا. أتمنى أن تتفهم الموضوع بطريقة احترافية وألا تأخذ الموضوع بعاطفية أكثر، وأتمنى من أعماق قلبي ألا تتهجم على أخوك وألا تزيد المشاحنات بينكم، وأتمنى من أعماق قلبي أيضا أن تتركنا نعيش أنا وأخوك سالمين مسالمين بعيدا عن المشاكل. صديقتك جيليان. صراحة قصتهم جدا جدا شيقة، لكن في نفس الوقت جدا جدا مبهمة، وما فيها العديد من المعلومات أو ما فيها المزيد من التفاصيل اللي توضح لنا أكثر، يعني التفاصيل جدا جدا قليلة. كل اللي نعرفه إنه في امرأة كانت تحب بوبا، بعدها هذه الامرأة بطلت تحب بوبا وصارت تحب أخوه، يعني شوفوا اللفة كيف، مع صارت تحب بوبا بل إنها صارت تحب أخوه. طبعا قصتهم شيقة وفي نفس الوقت مبهمة، فما ندري أكثر تفاصيل عنهم، لكن خلونا نكمل. طيب الآن راح نعرف بعض التفاصيل عن بوبا. طبعا بوبا راح يظهر في الإبلوج بجون مورستن، وتحديدا في مهمة راح تكون مع سيدي أدلر، وتحديدا في بار الفالنتاين. تعالوا نشوف مع بعض. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself, who this little girl thinks she's telling anything to? Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? Ah! What was that? Get the hell out of here before she kills us all. You, get out of here. John Marston,
زي ما شفتوا هذا الشخص هو بوبا، وبوبا يا أخوان فعلا زي ما وصفته حبيبة السابقة بالضبط، لئيم ومتنمر ومتكبر أيضا. طبعا سيدي أدلر كانت له بالمرصاد، دمرت له الجبهة تدمير شامل، وأيضا طعنت يده زي ما شفنا سويا. طيب خلونا نخش في أكبر ملطشة في عالم Red Dead Redemption 2. طبعا لو ترجعون للقطة السابقة راح تشوفون شخص ثاني انجلد مع بوبا، بوبا انطعن في يده وتخارج، لكن في شخص ثاني انجلد معاه كمان، هذا الشخص هو أكبر ملطشة في اللعبة. طبعا هذا الشخص انجلد من عدد كبير جدا من أفراد عصابة دوتش. زي ما شفنا قبل شوية سيدي أدلر أعطته بوكس في وجهه، غيرت له ملامح وجهه بشكل كامل، وسابقا نفس هذا الشخص أكل له تلطيش من الأسطورة آرثر مورغان، آرثر مورغان جلده جلد. طبعا هذا الشخص راح يظهر في المهمة اللي فيها آرثر مورغان وليني يسكرون في بار الفالنتاين، وهذا الشخص راح يقروش آرثر قروشة كبيرة جدا. طبعا آرثر مورغان راح يكون مخير بين ثلاث خيارات، يا انه يضرب هذا الشخص، او انه يهدد هذا الشخص، او انه يكلمه بطريقة محترمة. طبعا انا الان راح اوريكم الثلاث خيارات كلها، وقولوا لنا آراءكم في خانة التعليقات ايش افضل خيار بين الثلاثة خيارات. Just one or two, right off of? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. And you'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Mikey... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards! My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored of being left... Will you shut the hell up? Get the hell off me! Get out of here! Don't come back. Hey, one last drink. Yeah, just one more. Exactly. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored of being left alone. Hey, buddy, if you don't shut up, I'm gonna rip your head clean off your shoulders. Is that clear? Get out of here! Clear? Clear? Very clear. I'm on my way. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored with being left alone. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. زي ما شفتوا فعلا هو نفس الشخص اللي انجلد من سيدي أدلر، أيضا انجلد من آرثر مورغان. يعني آرثر مورغان ما قصر معاه، أعطاه ضربة على الطاولة بعدها رماه من الحانة وخلاه يتقلب في الطين، يعني أهانه إهانة جدا قوية. طبعا بالنسبة لأفضل خيار، يعني بالنسبة لي أنا، هو خيار الضرب، أحسه جدا فخم ولايق على شخصية آرثر بن مورغان.
طبعا الآن راح تتساءل ليش هذا الشخص دائما ينجلد وليش هذا الشخص ملطشة. بكل بساطة يا صديقي، إذا كنت شخص ملقوف كل الناس راح تجلدك جلد وراح تفرمتك فرمتة، لأنه هذا الشخص حرفيا أكبر شخص قروشة، يعني قاعد يتقروش على آرثر مورغان ويعيد كلامه ويكرره. آرثر مورغان يعني كل شوية يسلك له بعدها دمر له جبهته، وأيضا سيدي آدلر قاعدين يعني يتنمرون عليها ويتلقفون عليها، لذلك قامت وجلدتهم أيضا. يعني إذا كنت شخص ملقوف ترى راح تنجلد جلد. تحسبون هذه هي المرة الوحيدة اللي آرثر مورغان ضرب فيها هذا الملقوف وهذا الملطشة؟ لا يا لهبيين، آرثر مورغان سواله شيء آخر. تعالوا نشوف سويا. Cheers. Not you again. زي ما شفتوا آرثر مسكه وقاعد يغرقه في المويه حق الخنازير. أتوقع ما في أكبر من كذا إهانة جدا جدا كبيرة صراحة. هذا الشخص يعني جدا جدا ملقوف، ويعني يستاهل الضرب اللي جاه. يعني آرثر مورغان عام 1899 جلده جلد وفرمته، وجات بعده سيدي آدلر عام 1907 وأعطته بوكس لهبي زي ما شفنا. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم، هل قد قابلتوا هذا الشخص؟ هل قد جلدتوه؟ وأيضا قولوا لنا إيش أفضل خيار بين الثلاثة خيارات، هل تكلموا بأدب أو إنك تهددوا أو إنك تضربوا. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.